سلامات. موضوع القام السيئة، القام السيئة اللي هي هاي الوضعية اللي انتو شايفينها، انا موضوع فيها في وضعية انحناء في العمود الفقري وانحناء في الرقبة للأمام. هل هذه الوضعية يعني خيار، وشو أسبابها؟ الانحناء الأكثر من اللازم للأمام سواء في الرقبة أو في منطقة المنطقة الصدرية، أكثر منطقة بصير فيها التغيرات هذه. طبعا أنا إذا أنا تعبان بقعد في الوضعية هذه، إذا أنا مرهق بقعد في الوضعية هذه، إذا أنا مهموم وفي عندي هرمونات الكورتيزول، هرمونات الضغط النفسي شديدة علي وبفكر كتير ومش عارف أنام ومش عارف ألاقي حلول لمشاكلي، في الحالة بتلاحظوني في الوضعية هذه. إذا كان لا سمح الله صار في عندي أعراض الأولية لمرضى الألزهايمر أو مرضى الخرف أو الديمنشيا، من الأعراض الأولية لمرضى الزهايمر اللي هي الحنية الأمامية بالطريقة هذه، ببلشوا يحنوا، بنبلش نحن راسنا للأمام. في حال وجود عندي مشاكل في العمود الفقري وتشنجات، بحاول آخذ الوضعية هذه أريح شوية، أحس إنها بتريحني، بس مش على المدى البعيد. على المدى البعيد هي المصيبة الرئيسية. بيكون في عندي اضطرابات في حركة القلب وزيادة نبضات في حركة القلب، كمان باخذ الوضعية هذه اللي أرخي الجهاز التنفسي والأضلاع والعضلات التنفسية وحركة القلب، بحني حالي. إذا عندي آلام في المغص وآلام في البطن ودورة شهرية والكبد الدهني والمرارة، بضطر أحني حالي منعا للآلام. ممكن يكون عندي آلام ديسكات وانزلاقات غضروفية، ممكن ألاحظ إذا حنيت حالي للأمام بالطريقة هاي يصير في عندي تخفيف للآلام، وباخذ هاي الوضعية كوضعيات تخفيف آلام اللي هي وضعيات حتزيد الانزلاق مش حتخفف الآلام. بس بشكل مبدئي إذا حنيت حالي بخفف الآلام، لأني ببعد الفقرات شوية عن بعض في العمود الفقري، وهذا بعطي شوية حيز وتخفيف ضغط على العصب الوركي أو أعصاب الرقبة أو المنطقة الصدرية، فبحس بالراحة. اللي ممكن يكون في عندي تضيق في القناة الشوكية اللي موجود فيها الحبل الشوكي في العمود الفقري، وهذا التضيق واللي عنده تضيق وآلام وتنميل وخضران في إيديه أو في جريه أو في كلاهما، في الحالة هاي وضعية الحنية للأمام واحنا ماشيين واحنا قاعدين هي الوضعية المريحة للناس هدول. طب ممكن يكون في عندي حالة التهاب في المفاصل العمود الفقري، يعني كل فقرتين من الخلف بيتصلوا مع بعض في مفصلين من الأعلى ومفصلين من الأسفل. أي التهاب وأي روماتيزم وهشاشة عظام هيعمل على انتفاخ في هذه المفاصل، وهذا الانتفاخ زي اللي بنلاحظه أكتر شيء في منطقة الفقرة السابعة أو المنطقة الصدرية الأولى، الفقرة الأولى من المنطقة الصدرية والمنطقة السابعة في الرقبة، اللي بتكون بنقدر نحسها أكتر منطقة بارزة من الخلف من الرقبة. هذه بيكون فيها انتفاخات كمان وحنية الرقبة. في بعض الأمراض المناعية الروماتيزمية اللي بتصيب هذه المفاصل زي الأنكلوزينج سبوندولايتيس، أنكلوزينج سبوندولايتيس أو تصلب العمود الفقري أو تحول العمود الفقري زي شجرة البامبو أو جذع البامبو، هيك التسمية له، اللي هو بيؤدي لآلام مع الحنية. كمان هذه نصف الأسباب. النصف الثاني من الأسباب اللي هي الأسباب الدماغية، الأسباب العصبية، الأسباب النفسية، العادة السيئة، العادة السيئة، تعود الدماغ على هاي الوضعية وعدم
وارتياحه على هاي الوضعية اللي اعتدنا عليها أو الأطفال اعتادوا عليها. بس أنا إذا بدي أحسن من الوضعية بقدر، ما في عندي أي مانع. زي ما أنتم شايفين رفعت راسي، انتصبت، رفعت أكتافي، شديتهم للخلف، شديت عضلات بطني. في هاي الحالة هاي هي الوضعية القائمة المنتصبة اللي بنحكي عنها إن هي أفضل وضعية. والموضوع كان فقط إنه توجيه دماغي إني أرفع راسي عشان أفرجيكم شو هي الحركة الجيدة والقام الصح وإحنا جالسين. القام الصح إني أكون في عندي انحناء خلفي في منطقة الرقبة للخلف اللورتوزيس، وانحناء في منطقة أسفل الظهر للخلف كمان، هذا الانحناء البسيط في المنطقة السفلية والانحناء البسيط للخلف في المنطقة العلوية في منطقة الرقبة. إذا هذول موجودين لمبر لورتوزيس سيرفايكال لورتوزيس، في هاي الحالة أنا بقدر أحكي إنه عندي عمود فقري 100%، ما في خشونة، ما في تصلب، ما في تشنجات. إذا الموضوع فقط عادي. إذا في أساليب تغير العادات هذه من أولها، خصوصا هاي الأساليب كويسة مع الأطفال اللي ما بنقدر نتعامل معهم تمارين وما تمارين، اللي هي وضع أي شيء على راسهم وهم قاعدين على الكمبيوتر، أي شيء على راسهم يكون غالي الثمن اللي يخافوا على كسره. في هاي الحالة أنا مضطر أقعد على الكمبيوتر بشكل مستقيم بدون ما توقع العلبة أو الشيء اللي حاطه على راسي. بس في حال حنيت حالي ونسيت وسيت بوقع الشيء هذا وبنكسر، فبضلني حذر. طيب أنا بدي ضلني حاطط شيء على راسي يعني وأشتغل على الكمبيوتر عشان أتعود؟ لا، هذه بتمشي مثلا لمدة أسبوع بعمل التمرين هاد، وبعد الأسبوع بصير أحس إنه بدون هذا الشيء على راسي خلاص أنا بتعود إني أضلني مستقيم واخذ الوضعية الصح. طبعا عشان اساعد حالي في اخذ الوضعية الصح بتعمل التمارين، تمارين الاطالة، الاسترتشنج، تمرين الحركة الخلفية، تمارين الرقبة في كل الاتجاهات. هذه اظلني اكرر الحركات هذه، اعمل حركة هاي للقلب كل شوية اللي أزيد ليونة العمود الفقري وقوي العضلات الخلفية اللي تشد ظهري شوي للأعلى وتساعدني في عملية مسكة الظهر هذه. للمساعدة كمان ممكن نستخدم مشدات، في مشدات خاصة بتنحط على الأكتاف وبترجع الأكتاف للخلف، وهذه المشدات كمان ماشي على نفس النظام التنبيهي، بحيث إنه في المشد من وراء بيكون في جهاز، هذا الجهاز بيشتغل على التوازن والزاوية. في حال حنينا حالنا للأمام شوي، زدنا زاوية الانحناء، في هالحال الجهاز بصير يعطينا نبضات صوتية. في أجهزة تانية بيكون فيها نبرة صوتية، يعني بيب بيب اللي أقدر أرفع راسي لما أحني حالي ويصير الجهاز يرن برفع راسي. وفي أجهزة تانية فيها نبضات كهربائية بسيطة كتحفيز للعضلات من الخلف. في هالحالة لما أحني حالي بصير في نبضة كهربائية بسيطة تحفيزية للعضلات زائد الصوت، هذا بخليني أرفع راسي. إذا مشيت على الموضوع هذا لمدة أسبوع أنا في هالحالة بشيل وبتعود على الوضعية وبقوي عضلاتي، لأنه التقوية صارت عصبية. كمان غير اني انتهيت من الام الظهر والتشنجات العضليه وقويت عضلات رقبتي وقويت العضلات الباطنيه اللي لازم اقويها، الا انه حسنت من وظائف الدماغ، حسنت من التركيز، خففت من هرمون الكورتيزول. بمناسبه لما ارفع راسه الواحد تلقائيا، هاي اشاره للدماغ لافراز السيروتونين، هرمون السعادة، هرمون الانبساط. فيش حدا مبسوط وبيحني حاله للأمام، والمبسوط واللي هرمون السيروتونين عالي عنده دائما رافع حاله لفوق وقامته كويسة وشاعر في فعالية هذا الهرمون الرئيسي. فهذا هو عن موضوع القامة. حافظوا على قامتكم، هي عتمت الدنيا.